أطل البكر ليعلن استقالته من منصبه عام 1979. كنت في حينها سفيرا في السنغال. أولا لنتوقف عند الاستقالة، هل كانت الاستقالة أنتم كبعثيين هل قرأتم الاستقالة بأنها استقالة عند للضرورات فعلا أم أنها أن الرجل كان مضطرا أو مجبرا عليها؟ دكتور حميد، للحقيقة رغم قدمي في حزب البعث فقد انتميت للحزب عام 1953 وأصبحت عضو عام عام 1954 ودخلت الكلية العسكرية عام 55، فلم أصل في تاريخ الحزب أكثر من عضو قيادة فرقة، ولهذا لم أكن من الفرسان الذين يطلعون على بعض الخفايا. نقطة ثانية في حياتي، حرب تشرين مع الأسف بقدر الفخفخة والافتخار والتعالي والاحتفال بها كانت بالنسبة إلي أو علي وبالا، فقد تخلصوا مني بإرسالي ملحقا عسكريا في لندن. لنتوقف عند تلك اللحظة. أنا لا أريد أن يعني أسألك عن قربك من البكر، لكنك كبعثي وكسفير كيف قرأت استقالة البكر في حينها؟ ودي أقول لك أنا ما كنت داخل، لأن من طلعت إلى لندن بعدين رجعت للعراق بعد انتهاء مدتي كملحق عسكري، لم أبقى إلا بضعة أشهر بالجيش قضيتها في دوائر ثانوية أو غير مهمة حتى، إلى أن أحلت على التقاعد ونقلت إلى الخارجية. الآن وقد مضى على الاستقالة. نعم الآن. الآن نعم. ما الآن. أنت لا ما اسمح لي. نعم. حتى أكون أمين معك، ما كنت أسمع ليس ما مثل ما كنت أعيش أنا التجربة. منذ عام 74 و75 كنا كبعثين نعرف أن هناك صراعا مكشوفا بين من؟ بل بين أحمد حسن بكر وصدام حسين. بالبداية كنا فرحين بهذا التناغم، أمين سر قطر رجل كبير السن على وشك الرحيل إلى ذمة الخلود إلى رحمة الله أو للتقاعد ليتولى القيادة بعده، شاب في مقتبل العمر وذو قدرات وخبرات سياسية وتنظيمية ممتازة جدا، فكنا سعداء جدا بهذا الثنائي، إلى أن بدأت الأنباء تتسرب بوجود صراع بين القطبين. متى بدأت الأنباء تتسرب؟ يعني خليني أقول لك، مؤامرة ناظم قزار صارت في أواخر 73 كانت الحد الفاصل. كانت وما علاقة المؤامرة بالخلاف؟ كانت هناك أصابع قوية. لمن؟ يعني حدثني مسؤول في مستشفى الرشيد العسكري قال جاءت لجنة من المخابرات أو من القصر الجمهوري للتحقيق مع بعض الجرحى، أحدهم أفاد بأن ما جرى ليس أكثر من تنفيذ لأوامر السيد النائب. أصابع اتهام كثيرة. ما هي مصلحة النائب أن يتآمر على البكر وأن يوظف ناظم قزار كأداة؟ كانت مؤامرة مركبة، يتولى ناظم قزار بها اعتقال وتصفية وزير الدفاع ووزير الداخلي وبعض العناصر القريبة من هذين، وتتولى قناصر المؤامرة بالمطار تصفية أحمد حسن بكر، ليتولى صدام حسين أو هكذا تصفية ناظم قزار. الأول يتآمر على قيادة البعث والثاني جاء لينتقم من المتآمرين لقيادة البعث، وكأننا لا رحنا ولا جينا، ويأتي صدام حسين باعتباره من تولى الانتقام للرئيس الأب القائد أحمد حسن بكر. لا نريد أن نتوقف عند ناظم قزار، فقد يعني أغنينا هذه المؤامرة أو هذا الحدث بحلقة أو حلقة كاملة. نعم. لكنني أريد أن أسأل، كيف تلقيتم أنت كنت سفير في السنغال؟ نعم. كيف تلقيتم أنتم السفراء أو البعثيين لنقل، كيف تلقيتم نبأ استقالة البكر؟ بدون أي تأخر، هذا انقلاب أبيض كنا نتصوره، هذا خروج على الطاعة. ما طيب. كان أحمد، رغم أنه أنا شهر الخامس عام 79. أستاذ سليم، أنت قبل قليل قلت أنا لست قريبا من الحدث ولست ولا أمتلك معلومات. كيف حكمت أنه انقلاب أبيض؟ نعم. اسألتني أنت كبعثي كيف تلقيت الدبع؟ نعم.
لا تنسى سؤالك كيف تلقيت النبع، لست في بغداد ولا أحلل كبعثي. حتى جاني واحد من فرسان مالطا كان القنصل الدائمي للبرتغال، وبلغني بحفلة الاستقبال اللي سويته في يوم الوطني العراقي يوم 17 تموز، قال لي حدث انقلاب في بغداد. قال لك انقلاب كوب دوتات، انقلاب دولي، يعني سقط الرئيس واستقبل سلم الوضع رئيس آخر. أنا شخصيا اعتبرت الموضوع انقلاب بمعنى الكلمة، والسبب أن الرئيس البكر ودورة بالحزب وإعادة تنظيم الحزب والقفز إلى السلطة لا يمكن أن يجازى بتنحية مهما كانت صياغتها. وكان الأولى بالرئيس صدام أن ينتظر الموت المبكر لصدام أو الآتي. أنا عام الشهر الخامس عام 79 حضرت إلى بغداد، كان الرئيس البكر عبارة عن هيكل عظمي. سعدون حمادي انتقل لرحمة الله، كلهم راحوا إلى رحمة الله، كان يعني تقريبا يحمل رئيس البكر حتى يخليه يمشي، كان عبارة عن هيكل عظمي متناهي لا يحتاج الاستقالة. هذا الحادث يعني البكر هيكل عظمي، ألا يرجح فرضية أن البكر كان مريضا إلى الحد الذي لا يستطيع فيه أن يمارس مسؤولياته؟ لماذا ترجح فرضية المرض؟ لم يمرض البكر يوم 79. عام 76 تسلمنا كموظفين وكبعثيين أمرا حزبيا أو قرارا من مجلس قيادة الثورة. ماذا يقول؟ يقول القرار لقرارات وأوامر صدام حسين نفس قوة قرارات وأوامر رئيس مجلس قيادة الثورة أو رئيس الجمهورية أحمد حسن بكر، وإن غاب البكر يصبح صدام حسين أو يتولى صدام حسين جميع صلاحيات أحمد حسن. هذا دستوريا هو نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، عندما يغيب رئيس مجلس قيادة الثورة يتولى نائب الرئيس صلاحياته. أقول لك يعني كنا يعني أين الغرابة في ذلك يعني؟ لا الغرابة اسمح لي لما يقول الغرابة الشخص الثاني يكون مثل رئيس شيني، ديك شيني نائب الرئيس الأمريكي. لا ترحل تجربة أمريكا على تجربة العراق. لا اسمح لي، هذا نظام يختلف. لا دكتور حميد، بالجيش بالدوائر دائما الشخص الثاني شخص وراء الأضواء لا يبرز له دور أو لا يظهر إلا متى ما ذهب الرئيس. صدام حسين حالة خاصة، صدام حسين كان بارزا. نعم أحسنت، صدام حسين حالة خاصة، ولكن هذه الحالة الخاصة من سماتها أنه تميز بتمتع رسمي بكافة الصلاحيات. هذا التمتع الرسمي انتزعه بالقوة أم حصله بالدستور؟ حصل عليه بالدستور. لمست من حالات عديدة أن الرئيس صدام أو نائب رئيس مجلس قيادة الثورة كان يتصرف وكأن لا وجود لقوة أعلى منه. بعلم البكر أم بقفز على البكر؟ على الأكثر بعلمه، لأنه بعد أن حرم على البكر القيام بأي عمل. أعطيك مثل، كان نقل مثلا مرافق الأقدم عدنان خير شريف، نقل إلى ملحق عسكري. من نقله؟ صدام حسين نقل نعم وهو بالحرف الواحد صدقني في لقاء بينه وبين صدام قال ارتكب عدنان 5 أخطاء أو على وجه الدقة. سألني هل زعلت لأنه طلع التقاعد، بعدين استرسل قال أخرجنا عدنان لأنه عدنان شريف عليه 5 نقاط ولو أصبحنا 6 لحبسناه لألقيناه في السجن. فلان ذكر واحد آخر بعثي إلى رحمة الله أيضا انتقل معنا بالسجن، قال فلان لديه 5 نقاط أخرى. وكأن لماذا لا تفترض أن البكر هو الذي شخص على عدنان مجموعة من الأخطاء فنقله؟ لماذا تفترض أن صدام نقله؟ أنت ما تعرف طبيعة أحمد حسن بكر، طبيعة ثعلبية. لما يطلعني تقاعد ما يقول لي أنا طلعتك تقاعد، وهو أيضا كان علاقتي الشخصية بيرغم أنه قلت لك أنا تقريبا لا شيء بالحزب من ناحية القيادية. شو يقول لي مثلا؟ والله يا وليدي هسوي فلان إجا قال هالشكل ولا صدام. قال لا، صدام يقول تعرف ليش طلعناك؟ صدقني سليم، أتعرف لماذا أخرجناك أو أحناك على التقاعد بالجيش؟ أبدا، لا يلف ولا يدور. قال لك بشكل صريح بالتأكيد، قال لي هالشكل هذا. ليش طلعك من الجيش؟ اسمح لي، قال لي زعلت من طلعناك؟ قلت له لا،
قال إذا تقول ما زعلت أقول لك أنت ليس دقيقا، ما قال لي كذاب، لست دقيقا. ليس نحن لا نمتلك عددا هائلا من الضباط الأكفاء، ولي سيرة الله يرحمه أصبح برتبة لواء وصار قائد فيلق. أنت يا سليم كان يجب أن تكون قائد فيلق، ولكن طبعا كان يتقلب بالأحاديث وينتقل من نقطة إلى نقطة دون مقدمات. عدنان شريف أحنا على التقاعد لارتكاب 5، ولو صار 6 حبسه. وعدد لك الخمس أخطاء؟ لا ما عدد لي، بس عليه قال لي إياها. نعود أنت عندك نقطة. نعود إلى الانقلاب الأبيض. نعم. حدث الانقلاب الأبيض. نعم. هل كنتم تتوقعون أن يطاح بالبكر كما أنتم يعني تفترضون ذلك؟ أنا صريح العبارة، لم أتلقى الأمر برحاب الصدر ولا كحدث اعتيادي. شعرت، ويمكن ما أعرف شو أقول عاطفيا، شعرت بوخزة في قلبي، شيء لم أرتح له نهائيا، ولم أستقبله، ولم أرضى عنه، ولم أوافق عليه. بين شهر الخامس عندما رأيت البكر وهو في حالة هزال. نعم. أو ضعف. نعم. أو في حالة تردي صحي. نعم. وتموز، ألا تعتقد أن حالة البكر قد ساءت إلى الحد الذي لا يستطيع فيه أن يؤدي مهام الدستورية؟ لو أنصف التاريخ، لو أنصف أحمد حسن نفسه لاستقال قبل سنوات وطلب الإحالة على المعاش، لأنه فعلا أخذت منه السنون وأخذ منه التآمر وأخذ منه الإجهاد. ولكن أن يستقيل شيء وأن يقال، لا تقل لي أن أحمد حسن بكر استقال وأنه طلع وألقى الكلام، أبدا. قل أقيل ولا تقل أبدا استقال. لا يمكن، أن أعرف أحمد حسن